هل أرتديه أو لا؟ ماذا أفعل؟ وإلى أين أذهب لأبقى آمناً؟ أصغر الكائنات، ولكن تدق المياه صخورها بقوة هنا، خرخرة عذبة اعتادت زحمة المعجبين من حولها، إلا أن لا أحد منهم هنا اليوم. هو واحد من أشهر الشلالات في الصين ومن أكثر المناطق السياحية زيارة، كان كذلك قبل كورونا. عزلة فرضها الزائر الفيروسي على الشلال الصيني وعلى غيره من الأماكن في أرجاء العالم. قالوا في بدايتها إنها سنة غير اعتيادية، سنة كبيسة. أليس هذا ما يقال حين يكون شهر فبراير مكتملاً بأيامه 29؟ بدأت سنة 2020 وبدأت معها شعارات الاستنفار في الانتشار. توقف، حجر إلزامي. كائن من خيط واحد كان السبب، خيط دقيق من الحمض النووي محاط بغشاء بروتيني. هكذا تبسط التعريفات مكون الفيروس التاجي. ما ظهر في الصين أطلق عليه اسم علمي، كوفيد-19، وعرف أكثر باسمه الحركي كورونا المستجد. خلال أسابيع لم تتعدى الشهرين بات خطر انتشار الفيروس في معايير خطيرة جداً، فعداد الإصابات لم يتوقف منذ الإعلان عن أول حالة في مقاطعة ووهان. وعلى عكس المثل القائل، سقطت الأقنعة، رفعت الأقنعة في قصة كورونا. ملايين الأقنعة استهلكت يومياً. بده واحد يحمي حاله شوي، يحافظ على صحته شوي. كثير ما عم بختلط بالناس كثير، انه مثل مثلكم، على كيف ماشي ماشي. بنضل يعني ننتبه، ما نسلم الاخبار، متكلين على الله. يعني علم النفس يعرف الخوف برد الفعل الطبيعي والاساسي في حال تعرض الفرد للخطر. الخوف يجعل الجسم مستعدا للتصرف دفاعا عن نفسه، حمايه لنفسه. ولكن ما بين الخوف والهلع الذي يفقد صاحبه التركيز ويخل بتوازنه خيط رفيع. If you look at the data that the WHO is producing and the recommendations that they have issued and the experiences that we have learned from the past, you will find that 90% of the economic impact of outbreaks is not related with the virus. It's related with the panic, the overreaction, and the decisions made. بعض الفئات والناس تعاطت مع الأمر بوعي، وهنالك بعض الناس تعاطت معه انطلاقا من عامل الصدمة نتيجة وجود الفوبيا أو ترسبات الفوبيا والخوف المتمكن لديهم على المستوى اللاواعي. الأرقام أصدق وأدق تلخيصاً أحياناً، وهذا ما فعلته مؤشرات الاقتصاد منهالة نزولاً، عدا أسهم شركات المعقمات والكمامات، ومنها شركات أقرت في عام 2003 بأرباح هائلة حصدتها في زمن سارس. نحن الآن في زمن كورونا المستجد. هو أحدث حلقات مسلسل معارك الإنسان مع الفيروسات. هناك ملايين الفيروسات في الكون، شخص العلم منها نحو 5000، تسببت الآلاف منها بأوبئة قتلت على مر قرون الملايين. الطاعون والجدري والحصبة والشلل والكوليرا والإنفلونزا والإيدز وإيبولا وغيرها. دوامة ستبقى دائرة مع بقاء الإنسان وبقاء الفيروسات. الفيروسات هي بتغير مستمر، ممكن ترجع بأقوى أو بمكون جيني مختلف،
بتكون عملت مناعة مثل ما بقولوا أو طلعت نيو فيروس وايلد تايب فيروس أقوى من يلي قبله. لا الآن جائحة كورونا هذه لن تكون الأخيرة، فعلينا الاستعداد لما هو أسوأ أو بما هو حجم كورونا أو ما يسمى ديزيز إكس اللي هو طبعاً المرض المجهول طبعاً. And we've found in you know more than 50 coronaviruses, some of which are very very similar to this particular virus that is now spreading. So it has all of the signatures you would expect for a natural virus. من المعتاد أن نقول يرحمكم الله، لكن الفيروس ينتقل عبر رذاذه، إلا أنه لا ينتقل عبر الهواء. يشبه بأعراضه الإنفلونزا، إلا أنه ليس كذلك، فهو ينتمي لسلالة فيروسية مختلفة تماماً. العطس والسعال وارتفاع درجة الحرارة من أعراضه، أعراض قد تنتهي بالتهاب وفشل رئوي في حال الفشل في معالجتها. كيو هايبو اختصاصي في وحدة العناية الفائقة في مستشفى جونكا في الصين. يتحدث كيو عن الغموض الذي يكتنف يومياته ويوميات فريقه منذ اليوم الأول من السنة الجديدة. وعلى الرغم من الغموض، لا تخلو يوميات كيو من كلمات كهذه. شكراً، أنقذتم حياتي. معظم من يصابون بأعراض تدخلهم إلى العناية المركزة أو تتفاقم حالتهم الصحية إلى الأسوأ هم من أصحاب المناعة الضعيفة، وواقعاً هؤلاء سيتعرضون إلى نفس النوبات إذا لم تكن أقسى في حال تعرضوا إلى فيروسات تنفسية أخرى. إحنا ما سمعناش عن البانديميك ستيت لزيكا فيروس مثلاً لشلل الأطفال من تقريباً 15 سنة. ليه ده؟ بسبب إن كان انخراطنا في السوشيال ميديا قليل جداً. للأسف الإشاعات هي اللي بتخلق حالة الفزع اللي مبالغ فيها. حلها بسيط، حلها ان يبقى في من الدول مكان محدد للمعلومات. كل ما حجم المعلومات بيزيد، كل ما حجم الإشاعات يقل، كل ما الخوف يتحط في وضعه الطبيعي. سبقت فيروسات كورونية عدة ظهور كورونا المستجد، واسمه مستجد لأن فيروسا آخر سبقه وحمل اسم فيروس كورونا الجديد، وهو الفيروس الذي ظهر في 2012 مركزاً إصاباته بنسبة 80% في الشرق الأوسط، لذا عرف كذلك باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. عادة فيروس كورونا ما بيعديش في مرحلة الانكوبيشن أو مرحلة اللي هي الحاضنة للفيروس، دي اللي هي المرحلة اللي قبل ظهور الأعراض. فعادة في سارس أو ميرس الأول ما الشخص المريض يبتدي يظهر عليه أعراض يتعزل، أو هو يبتدي يحس إن عنده أعراض فيبتدي ما يتعاملش مع ناس يبتدي يبعد عنه. المشكلة كلها في الفيروس الجديد إن هو ممكن يعدي في المرحلة بتاعت الانكيوبيشن. بالمجمل يوحد عائلة الفيروسات الكورونية اسمها كورونا، وذلك بسبب صورتها المجهرية، أطراف مدببة كالتاج وتعني كراون بالإنجليزية. مكونات تصغرنا بملايين ملايين المرات. قطر الفيروس لا يتجاوز 150 نانومترين، مما يعني أن أصغر الكائنات الحية في الكون البكتيريا تكبره 100 مرة. من أشهر فيروسات العائلة الكورونية وأخطرها في ذاكرتنا الحديثة فيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد سارس، ظهر في 2003، اجتاح 26 دولة وأودى بحياة أكثر من 900 شخص، رقم هائل مقارنة بعدد الإصابات. قتل السارس شخصاً واحداً من بين كل 10 أصيب به. سلالات كورونية جديدة ظهرت في أعوام لاحقة وحل عام 2012، مسجلاً أول إصابة بسلالة ميرس كوف الجديدة. انتشر الفيروس في 27 دولة، أحصى نحو 2500 إصابة وتخطى السارس بنسبة الوفيات، منهياً حياة 4 أشخاص من بين كل 10 إصابات. في عام 2019 يحل كورونا المستجد، يشابه سارس إلى حد بعيد، فالشبه بينهما يقترب من 70%. إنما كورونا المستجد
أسرع من سارس في الانتشار ويقل قوة عنه بمعايير نسب الوفاة. فمن بين كل 100 مصاب يتغلب كورونا المستجد على 3. سارس أكثر شيء بيجيب الجهاز التنفسي، بيعمل اسمه أكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، ممكن يصير التهاب جهاز التنفسي حاد، يعني التهاب رواية بيعبوا الرواية مي، وهون بتكمن المورتاليتي تاعيته وأهميته. الكوفيد كورونا كمان ببلش كفيروس رشح طفيف وممكن يعمل كومبليكيشن اللي هي التهاب رواية كمان، أكثر بيكون عرضة أو أخطر عند الأشخاص الكبار العمر أو صغار العمر تحت عمر 2. عند الغوص أكثر في بحوث الفيروسات وعلم الأوبئة، هناك مثلث واضح يرتسم: فيروس متحور، إنسان، والحيوان ثالثهما. مهم جداً أن نعرف أن أغلب هذه الفيروسات حيوانية المصدر، ويتجاوز تقريباً 75% من مجموع الأمراض الناشئة أو اللي يسمونه emerging or re-emerging أو العائدة. يوجد الفيروس في الحيوان أولاً، تطرأ طفرات عليه فيغدو قادراً بعدها على الانتقال إلى الإنسان، وهو ما حصل منذ أعوام مع فيروس كورونا. Ce nouveau coronavirus ressemble beaucoup à un virus que l'on a identifié déjà chez les chauves-souris au moment où on s'intéressait au coronavirus chez les chauves-souris parce que c'était le réservoir pour le SARS. Donc on avait séquencé beaucoup de virus. تتغير الحاضنة الحيوانية للفيروس مع تغيره، فهي إبل ووطويد في ملفات كورونا، والطيور المهاجرة في إنفلونزا الطيور والتي كانت قد شغلت العالم عام 2007. الخنازير بدورها شغلت العالم في 2009 مع انتشار إنفلونزا الخنازير. أما البعوض فهو المذنب القاتل الأخطر، ففي سجله زيكا وحمى الضنك التي حصدت أكثر من 1,000,000 إصابة في 2008 ولا تزال موجودة، ولم يتم التوصل للقاح فعال ضدها، كما هي الحال في قصة إيبولا، الوباء المصنف عالمياً بالأكثر فتكاً، فنسبة الوفيات فيه تتعدى 70%. أما الإيبولا والتي تعتبر هو مرض قاتل، يعني البعض يصف حجم الوفيات من 40% وفي بعض الحالات تصل إلى 70% في حالات الوفيات، هو طبعاً أخطر بكثير من الكورونا، ولكن بحكم تواجده في الكونغو وعلى الحدود الأوغندية والرواندية والتنزانية يبقى المرض محصور في هذه المنطقة لقلة السفر من وإلى هذه المناطق، وبقي المرض محصور ولم يحصل بندمك أو انتشار دولي لهذا المرض. ظهر فيروس إيبولا في السودان والكونغو أولاً متنقلاً من الحيوانات البرية إلى الإنسان، وكان ذلك نهاية السبعينيات من القرن الماضي. تتصفح صور تلك السنوات وتستوقفك جمل ترافقها كهذه: كنا لا ندرك ما يجب علينا فعله، نجوب الأدغال بحثاً عن الجثث التي كانت ملقاة هنا وهناك. كلمات سجلها أحد عاملي الفرق الطبية في زائير في عام 95. الدكتورة ريبيكا كانت شاهدة على قصص إيبولا عن قرب، أشرفت وفريقها على جهود الرعاية الطبية التي قامت بها منظمة أطباء بلا حدود في المناطق المبوءة في الكونغو. Among those infected, approximately 5% are healthcare workers. Healthcare workers are often the first to see a patient, and as the signs and symptoms of Ebola resemble many other diseases, this can make healthcare workers more vulnerable to infection. MSF has more than 24 years of experience responding to Ebola epidemics. And our previous experiences have shown us that there are essential pillars to containing an Ebola epidemic. One pillar is isolation and medical care of patients. خف الحديث عن إيبولا، إلا أن ذلك لا يضمن عدم عودتها. فما تتيحه الأبحاث العلمية من معلومات تفيد بذكاء الفيروسات، أي بقدرتها على التحور لسلالات أكثر مناعة في مواجهة مناعة الإنسان. معضلة علمية تواجهها مختبرات تطوير اللقاحات، والتي لابد لها من ملاحقة تطورات الفيروس للاستمرار في تطوير اللقاح ضده ضماناً لفعاليته كل موسم،
كما هي الحال مع لقاحات الإنفلونزا. ألف وتسعمائة وثمانية عشر عام خلف وراءه الملايين من الأطفال اليتامى. القاتل كان شرساً وغامضاً، إنها الإنفلونزا الإسبانية. حصدت الإنفلونزا حينها ضعفي عدد من حصدتهم الحرب العالمية التي سبقتها. 20 مليوناً قتلتهم الحرب، أكثر من 50 مليوناً قتلتهم الإنفلونزا. لم تتضح هوية القاتل على الفور. لسنوات استمرت الأبحاث لتحديد التسلسل الجيني للفيروس الذي تسبب بالوباء. The whole process of vaccine development in the last century would often take 20 years. We've managed to cut that down a lot, and we're now thinking about maybe we can get there in about a year, which is a massive improvement. Mais rápido a gente consegue gerar sequências dos vírus que estão circulando, mais rápido a gente tem informações a respeito desses vírus e mais rápido a gente consegue dar respostas para os serviços de saúde. Então a gente consegue dizer, por exemplo, se o vírus está mais transmissível ou se ele não está mutando tanto dentro da população. 科研人员也是在一线的，就是应该是夜以继日的去干这个事，大家承担着这个责任和压力。 لنعود إلى بداية العام من جديد هنا. قليلون يتذكرون قائمة التحديات التي فصلتها منظمة الصحة العالمية بمناسبة حلول العقد الجديد. من جملة ما قالته أن وباء فيروسيا واسعا سيقع، وأن السؤال الذي يجب طرحه هو متى، وليس إن كان سيقع أو لا. منظمة الصحة العالمية بتصنف الأمراض حتى في الوباءات لمراحل مختلفة. فبيبدأ في الأول إن هو وباء في مكان محدد، بعد كده الوباء ده اللي هو الإبيداميك ممكن ينتشر أكتر، فبيسموه هايبر إبيداميك، يعني ابتدى ينتشر بطريقة كبيرة وسط ناس أكتر. بعد كده لو المرض ابتدى يهدد كل السكان للعالم عبر الحدود وابتدى ينتقل بصورة كبيرة وفي أكتر من بؤرة بتصيب الناس، ابتدوا يسموه بانديميك. بانديميك دي معناها إن ده وباء عالمي. ولكن كل ذلك من الممكن تعديله وتغييره لصالح البشرية، يقول الدكتور دينيس كارول. ترأس الدكتور كارول لسنوات قسم مواجهة الأوبئة والتهديدات المستجدة في الوكالة الأمريكية للتطور الدولي، أما اليوم فهو جزء من فريق Global Virome Project الذي يؤمن بإمكانية إرساء عالم من دون بانديميك، أي بلا أوبئة. Global Virome Project which I am part of, is a global partnership to really change the paradigm on how we prepare for and address these future viral threats. That virus already exists. And the Global Virome Project is to say, don't wait for the virus to come to us. Let's go to the virus. Let's go into the wildlife area. استمعنا لشرح الباحث الأمريكي. ففكرة ذهابنا إلى الفيروسات بدت مثيرة ومحفزة. ما تسعى إليه الجهود العلمية في الحقيقة هو تكثيف أبحاثها في عوالم الفيروسات لتحديد أكبر قدر ممكن من خصائصها وسلالاتها الجينية، وعليه سيمكننا تطوير اللقاحات وإنتاجها حتى قبل أن يقوم الفيروس نفسه بالتحور والانتشار ومهاجمتنا. نسبقه قبل أن يسبقنا باختصار. المطلوب تأمينه لتحقيق أحلام الباحثين كثير جداً ومكلف، فمن باب شبه المؤكد هناك أكثر من 1,600,000 فيروس غير مكتشف إلى اليوم، بينهم نحو 840,000 تتمتع بقدرات كامنة للتحور. ومع ذلك أحلام الباحثين تكلف أقل من تبعات أي وباء فيروسي بعد وقوعه. I live in Mexico in the H1N1 outbreak, okay? And I learned a lot with that experience. And I can tell you firsthand, the panic doesn't help. العودة إلى الماضي ودروسه أمر يلجأ إليه عقلنا البشري تحت الضغط بالعادة، بحثاً عن الإجابة. نبحث في الماضي. في 2003 كلف فيروس سارس الاقتصاد خسائر $50 مليار. الصين وحدها خسرت نحو 3 ملايين وظيفة.
في 2009 ضربت الإنفلونزا بقوة 55 ملياراً تكبدها الاقتصاد. في 2014 180 إصابة في كوريا الجنوبية شلت البلاد مكلفة اقتصادها 8 مليارات دولار. تغيرت معادلات رؤوس الأموال من حينها بصعود اقتصاد الصين وتحكم بكين ب 19% من الحصة الاقتصادية العالمية، وعليه الوقوع إن أفلت سيكون أكثر تشابكاً. ولإعادة الاقتصاد إلى مساره لابد من جهود متضافرة أكثر ولفترة أطول. In the next couple of weeks, we are going to see some positive news, hopefully less overreaction and some measurements in place, specifically from some governments that are going to help us to sooner move to the phase two, which is the phase of the recovery. وإلى حين عودة الطائرات للتحليق واستعادة الوضائع لحركتها المعتادة وعودة الحياة إلى مساراتها. 20 ثانية فقط قد تمنحك حياة أخرى كانت ستتوقف إن لم تفعل ما تراه كخطوة أولى.